هي دي الويلكم باك يا جماعه اللي قلتوها لكلاوديو رانيري النهارده بمناسبه رجوعه للدوري الانجليزي. ينفع كده؟ ينفع الحفله اللي عملتوها على شرف واتفورد وعلى شرف رانيري النهارده يا شباب؟ بس بصراحه كانت حفله جميله، مش ابننا بصراحه سجل فيها باسيست وهدف، يبقى كانت حفله جميله وحفله ممتعه جدا. وفي مفاجاه حصلت النهارده بالنسبه لمشجعي ليفربول، وهو ان فيرمينيو طلع لسه عايش وطلع لسه بيسجل هاتريكات يا جماعه. فيرمينيو بيسجل هاتريك النهارده قدام واتفورد. هذا حلم والله، هذا حلم اكتر من حلم ان صلاح يعدي رقم دروبا 104 هدف في الدوري الانجليزي، و104 هدف بهدف ايه؟ عالمي 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 من ماركه محمد صلاح اللي تقدر تقول كده ان هو سجل هدف في مانشستر سيتي، فالناس قالت عليه ان هو صدفه وحظ. فالنهارده قدام واتفورد على طول الماتش اللي بعديه، احنا هنسكت بقى، هعدي من الثلاثه وههوش الرابع وهعدل على شمالي واحطها. المره اللي فاتت جبتها بيميني صح؟ المره دي بشمالي، الماركه دي بتاعتي ولا مش بتاعتي بقى؟ عالمي ولا مش عالمي؟ احسن لاعب في العالم حاليا ولا مش احسن لاعب في العالم حاليا؟ انا بالنسبه لي كمصري صلاح احسن لاعب في العالم في اي وقت، مش حاليا بس او من سنتين بصراحه، لان صلاح من سنتين وهو احسن لاعب في ليفربول ومفيش اي منافسه ما بينه وما بين ماني ولا فيرمينيو، والموضوع كان انتهى تماما علشان خاطر اللي كانت الناس كانت بتتكلم على المقارنات ما بينهم. لا صلاح احسن المقارنه من فتره طويله جدا، برغم ان ماني النهارده وصل للهدف المية ليه من غير ولا ضربه جزاء مع ليفربول في الدوري الانجليزي، 100 هدف لماني في الدوري الانجليزي، وماني برده بيجري ورا صلاح الند بالند. بس خلاص يابا، ابننا شرخ وابننا عدى، عشان خاطر فيرمينيو يقول لك لا انا لسه موجود يا جماعه، انا لسه مثلث الرعب بتاعنا لسه موجود، انا الثالث بتاع، انتوا نسيتوني ولا ايه يا جماعه؟ انا عشان بطلوا يستدعوني في المنتخب البرازيلي خلاص اتنسيت؟ لا يا معلم ما اتنسيتش، بس انت مستواك السنه اللي فاتت والسنه دي ما كانش مبشر خالص انك هتسجل ثلاثيه النهارده، وفي حين ان كلاودو رانيري جاي هو الرجاله بقى وفي حماس وفي روح، وعندي داني روز هخليه يلعب على ابو صلاح. داني روز مين اللي يلعب على ابو صلاح؟ ده داني روز اتخن مني حرفيا، اللي هو انت بتلعب داني روز قدام محمد صلاح، اول كوره اشتراك ما بين الاثنين ابو صلاح راح حاطط له كتف وراح باصص كده لقى ماني موجود الناحيه الثانيه، راح عطيها لماني سرعه لما ابو صلاح من اليمين للشمال، ماني وان تاتش سجل في مرمى بن فوستر. انا قاعد بسقف لليفربول النهارده، ده انا مشجع ليفربول ما كنتش عملت كل اللي عملته النهارده بصراحه. بس بصراحه عجبني جدا الحفله اللي نصبوها على واتفورد وعلى السيد كلاودو رانيري، عجبتني جدا بصراحه. نسكت بقى على كده؟ لا لا لا، هي دي الويلكم باك يا جماعه اللي قلتوها لكلاوديو رانيري النهارده بمناسبه رجوعه للدوري الانجليزي. ينفع كده؟ ينفع الحفله اللي عملتوها على شرف واتفورد وعلى شرف رانيري النهارده يا شباب؟ بس بصراحه كانت حفله جميله، مش ابننا بصراحه سجل فيها باسيست وهدف، يبقى كانت حفله جميله وحفله ممتعه جدا. وفي مفاجاه حصلت النهارده بالنسبه لمشجعي ليفربول، وهو ان فيرمينيو طلع لسه عايش وطلع لسه بيسجل هاتريكات يا جماعه. فيرمينيو بيسجل هاتريك النهارده قدام واتفورد. هذا حلم والله، هذا حلم اكتر من حلم ان صلاح يعدي رقم دروبا 104 هدف في الدوري الانجليزي، و104 هدف بهدف ايه؟ عالمي 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 من ماركه محمد صلاح اللي تقدر تقول كده ان هو سجل هدف في مانشستر سيتي، فالناس قالت عليه ان هو صدفه وحظ. فالنهارده قدام واتفورد على طول الماتش اللي بعديه، احنا هنسكت بقى، هعدي من الثلاثه وههوش الرابع وهعدل على شمالي واحطها. المره اللي فاتت جبتها بيميني صح؟ المره دي بشمالي، الماركه دي بتاعتي ولا مش بتاعتي بقى؟ عالمي ولا مش عالمي؟ احسن لاعب في العالم حاليا ولا مش احسن لاعب في العالم حاليا؟ انا بالنسبه لي كمصري صلاح احسن لاعب في العالم في اي وقت، مش حاليا بس او من سنتين بصراحه، لان صلاح من سنتين وهو احسن لاعب في ليفربول ومفيش اي منافسه ما بينه وما بين ماني ولا فيرمينيو، والموضوع كان انتهى تماما علشان خاطر اللي كانت الناس كانت بتتكلم على المقارنات ما بينهم. لا صلاح احسن المقارنه من فتره طويله جدا، برغم ان ماني النهارده وصل للهدف المية ليه من غير ولا ضربه جزاء مع ليفربول في الدوري الانجليزي، 100 هدف لماني في الدوري الانجليزي، وماني برده بيجري ورا صلاح الند بالند. بس خلاص يابا، ابننا شرخ وابننا عدى، عشان خاطر فيرمينيو يقول لك لا انا لسه موجود يا جماعه، انا لسه مثلث الرعب بتاعنا لسه موجود، انا الثالث بتاع، انتوا نسيتوني ولا ايه يا جماعه؟ انا عشان بطلوا يستدعوني في المنتخب البرازيلي خلاص اتنسيت؟ لا يا معلم ما اتنسيتش، بس انت مستواك السنه اللي فاتت والسنه دي ما كانش مبشر خالص انك هتسجل ثلاثيه النهارده، وفي حين ان كلاودو رانيري جاي هو الرجاله بقى وفي حماس وفي روح، وعندي داني روز هخليه يلعب على ابو صلاح. داني روز مين اللي يلعب على ابو صلاح؟ ده داني روز اتخن مني حرفيا، اللي هو انت بتلعب داني روز قدام محمد صلاح، اول كوره اشتراك ما بين الاثنين ابو صلاح راح حاطط له كتف وراح باصص كده لقى ماني موجود الناحيه الثانيه، راح عطيها لماني سرعه لما ابو صلاح من اليمين للشمال، ماني وان تاتش سجل في مرمى بن فوستر. انا قاعد بسقف لليفربول النهارده، ده انا مشجع ليفربول ما كنتش عملت كل اللي عملته النهارده بصراحه. بس بصراحه عجبني جدا الحفله اللي نصبوها على واتفورد وعلى السيد كلاودو رانيري، عجبتني جدا بصراحه. نسكت بقى على كده؟ لا لا لا،
عمرك هيكان لهم كوره جت في العارضه، بس هي دي الحاجه الطبيعيه والمنطقيه للفرقه، مفترض ان هي خسرانه في ملعبها 4-0 وبتقرر ان هي تستحوذ على الكوره وتحاول ان هي تسجل هدف، وكان ليها لقطه خطيره وجت في العارضه بس لا اكتر ولا اقل. وليفربول ما سكتش على كده، ليفربول رجع وسجل الهدف الخامس، علشان خاطر ليفربول بيتكلم السنه دي ان احنا مع رجوع فيرجيل فان دايك ومع رجوع الجمهور ومع كمان المستوى العالي جدا اللي فيه محمد صلاح، المستوى اللي بيجبر ساديو ماني ان هو يحاول يجري ورا صلاح عشان يلحقه، والمستوى اللي بيجبر فيرمينيو ان هو يحاول يلحق صلاح ويلحق ماني علشان خاطر نرجع تاني نكون مثلث الرعب، دي حاجه مميزه جدا بالنسبه لليفربول. عشان كده ليفربول مختلف اختلاف كلي عن السنه اللي فاتت. اما بالنسبه لواتفورد فالتغيير بتاع المدرب مش هو اللي فرق كتير، لان المشكله في العناصر، ما انت ده جاي لك سوكو وجاي لك كمان داني روز وهم ميتين ومبطلين كوره اساسا، فانت بتلعب النهارده بداني روز وده محمد صلاح، دي بصراحه كانت حاجه غبيه جدا من السيد رانيري، والراجل اتعاقب عليها بزياده وعداها لعيب وازح. لو انت كمان وصلت للمرحله دي في الفيديو فعندك لعيب وازح، اما لو طلبت منك لايك او سبسكرايب فبصراحه كوره جاي مفتري، بس معلش يابا عندي امل ويقين فيك ان انت ممكن تعمل لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك.